وبالتالي استباحة المجتمع، فلا يجب أن نمكنه من ذلك. إن تونس اليوم قوية بحريتها، قوية بديمقراطيتها، قوية بمؤسساتها، قوية بجيشها، قوية بشعبها، فلا يمكن بإذن الله أن يهزمها الإرهاب، لأنها معتصمة بالحق ومعتصمة بالمبادئ ومعتصمة بالقانون. إن الحرب مع الإرهاب هي حرب إرادة وحرب معنويات. هم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يفنوا الدولة التونسية ولا المجتمع التونسي. إنما يريدون من خلال هذه العمليات ضرب الإرادة بتاعنا وضرب معنوياتنا وإثارة الخلافات داخلنا. لذلك يجب أن يكون ردنا الإرادة القوية إلى آخر لحظة والمعنويات المرتفعة والوحدة الوطنية. الثورة حسنت معنويات أمننا وتجهيزنا.